بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بالليل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. كمان في أمطار متوسطة وقد تكون رعدية كمان على حلايب وشلاتين. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم هتبدا التوزيعات الضغطيه المؤثره على جمهوريه مصر العربيه تختلف. هنبدا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع ايضا منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، مع كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، فيؤدي اول حاجه لانخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وكمان العاليه اللي هتساعد على الحد من تاثير اشعه الشمس وحس معاها بانخفاض درجات الحراره. الاجواء هتكون اجواء معتدله الحراره على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. اجواء مائله للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، لكن مع فترات الليل وغياب اشعه الشمس هتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، ايضا مع وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه على اغلب المناطق الشماليه. نشاط الرياح هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ان هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيكون ما بين 2 ل 3 متر على البحر المتوسط، وغير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. اما النقطه الثالثه هو طبعا وجود الامطار. الامطار اليوم هتكون امطار خفيفه خلال فترات النهار على السواحل الشمالية، مع تقدم ساعات المساء هتبدأ فرص الأمطار تزيد وكميات الأمطار تزيد، وتكون أمطار متوسطة ورعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. أيضا الأمطار هتمتد أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مدار اليوم على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين. الأجواء دي هتستمر معنا غدا إن شاء الله، مع كمان أن الأمطار هتتقدم للمناطق الداخلية، يعني هتوصل لمحافظات جنوب الوجه البحري وتصل أيضا لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكن وصولها للقاهرة الكبرى هتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة كمان خلال الأيام القادمة، وهيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة هتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 21 درجة مئوية. طيب المنخفضات الجوية اللي احنا بنتعرض لها دي هتستمر معانا لحد أيام إيه؟ هو طبعا المنخفضات الجويه اللي هتؤدي للامطار هتستمر معانا الخميس والجمعه والسبت، لكن طبعا باختلاف اماكن وكميات سقوط الامطار، لكن انخفاض درجات الحراره والكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا ده هيستمر معانا على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله، وهيستمر معاه انخفاض درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا بسرعه تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 23 والصغرى 17. العاصمة الإدارية، العظمى فيها 23 والصغرى 17. اسكندرية 22-16. العالمين الجديدة 22-16. مطروح 23-13. دمياط 24-17. بورسعيد 24-19. الإسماعيلية 24-14. السويس، العظمى فيها 25 والصغرى 16. العريش 24-17. كاترين 20-8. طابة 24-15. حلايب 25-21. شلاتين 28-24. شرم الشيخ 26-21. الغردقة 23-17. الفيوم، العظمى فيها 23 والصغرى 17. بني سويف 23-16. الوادي الجديد 26-15. أسيوط 23-13. سوهاج 24-14. قنا 25-17. الأقصر 24-16. وأسوان العظمى 27 والصغرى 17. وبكده نرجع مرة تانية لمنى وشاذلي، نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا